عفوا عفوا. معلش دانا، اطلعي وسكري الباب وراكي. حاضر. هدول إلك، أنا ما عبش حد. أنا طلبت منك تلاقي لي شغل، ما طلبت منك تصرف علي. أو لأقول لك شغلة، هي كمان حق وجبتي يلي أكلناها اليوم بالمطعم. بخاطرك رزان، أنا بحبك. مشكلتك، أنا سبق وقلت لك إني لا خرج علاقة ولا خرج ارتباط، والأهم من هاد كله إني مخبرتك بإني مرتبطة. مرتبطة بهذا العسكر اللي بحلب، اللي أبوكي ما موافق عليه لأنه أحواله ضيقة. قصدك تقول الفقير؟ ليش خجلانة تقول الفقير؟ أساساً لولا هذا العسكري الفقير ما كنت موجود بهذا المكتب، ولا قاعد على هاي الكرسي، ولا في مكيف شغال فوق راسك. كان عندك حل واحد من اثنين، يا قاعد بألمانيا أو بالسويد عم تندب حظك على الفيسبوك بشي بوست، يا أساساً ما عم بتلحق حتى تبكي لأنه خايف من الدواعش أنهم يشوفوك ويفكروك ندمان لأنك بايعت الخليفة. رزان حبيبتي، كان فيكي تختصر كل هذا الحكي وتقليلي يا رمادي يا حقير. عم تتمسخر ما؟ رزان، أنا عم حاول ضحكك. تعرف أنه سالم قريب على عمرك كتير؟ اسمه سالم؟ صار له 5 سنين عسكري وهلأ فايت بالسادسة. شو يعني؟ لا ولا شي. بس انتي كمان بتعرفي انه انا وحيد وما بروح الشيش. لو تعرف هو شقد وحيد. ما علي له بليز، هذا الموضوع تبع انك تحط مصاري بجزداني بدون ما تخبرني ما بدي منك تعيده. انا بحاجة مصاري ايه، بس مو بهالطريقة. اذا فعلا حابة بتساعدني لاقي لي شغل لبين ما اخلص دورة الانجليزي، اذا بتريد جود. خلص امرك.